إلى ذلك أكد وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي أهمية العمل بروح الفريق الواحد والنائب بالعملية التعليمية عن كافة الصراعات السياسية والمناكفات الحزبية، وشدد في أول اجتماع له بقيادة كوادر ديوان عام الوزارة على ضرورة استشعار الجميع مسؤولياتهم الوطنية والعمل بمهنية بعيدا عن المناطقية والطائفية لضمان إنجاح التعليم في البلد. وأشار إلى أهمية التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لنهضة الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة لها، بجهود وزارة التربية وصمودها رغم التحديات والصعاب التي أفرزها استمرار العدوان والحصار الجائر على اليمن.